ستندهش عندما تعرف معنى البكاء في المنام بصوت أو بدون صوت للعزباء والحامل والمطلقة والأرملة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. الكثير منا يرى البكاء في منامه، ومن الممكن أن يكون بكاء على شخص ميت أو شخص حي، ومن الممكن أن يكون بكاء شديد بدموع أو بصوت قهقه أو بصراخ وعويل. فهل حدث لك هذا؟ تفسير حلم البكاء الشديد في المنام حسب الحالة الاجتماعية لابن سيرين والنابلسي. البكاء هو نوع من أنواع التعبير عن مشاعر الحزن عند الإنسان، وهو في الواقع لا يكون محبوب، لأن بالتأكيد أن الشخص الذي يبكي يعاني من شيء، أو فقد عزيز عليه، أو انتهت مسيرته العلمية أو العملية، أو حدث له شيء محزن، أو تلقى أخبارا سيئة جعلت حالته النفسية ضعيفة فبكى. والبكاء الشديد بصوت قهقه ودموع منهمرة يدل على أن الخبر سيء جدا، أو الحزن عميق في قلب الشخص الذي يبكي بشدة. ولكن هل البكاء الشديد في المنام يدل أيضا على الحزن؟ بالفعل لا، البكاء في الحلم دليل خير، وخيره أكثر من شره، بل وأن البكاء في المنام يدل على الفرج وزوال الهم والابتعاد عن المصائب والكوارث. وإن كنت قلقة أو خائفة من شيء معين، فبكاؤك في المنام دليل على زوال كل هذه الأشياء وتمتعك بنفسية رائعة في الواقع في الأيام المقبلة. إليكم تفسيرات خير حلم البكاء الشديد في المنام عند ابن سيرين في النقاط التالية: من رأت في منامها أنها تبكي بشدة ففي جميع الأحوال الرؤية بشرة خير، وتدل على السعادة والرزق الكثير الذي سيأتي للرائية، وربما دل الحلم على انفراج الهم وزوال الحزن إن كانت الرائية تشتكي من أخبار سيئة أو أمر محزن. وربما دل البكاء الشديد في المنام على النجاح والفلاح والتوبة النصوح إن كنت تخافي من فعل ذنب في الواقع، وربما دل على تحقيق الأمان والرغبات إن كنت تنتظرين أمرا معينا، وربما أيضا يدل على استجابة دعوة طال انتظارها. من رأت في منامها أنها لا تبكي وإنما تدمع عيناها فقط، فهذه رؤية خير وانفراج هم وحلول مشاكل وبراءة مظلوم ووصول الحق لصاحبه وتحقيق الأمان. من رأت في منامها أنها تبكي دم فهي رؤية خير عكس ما تتوقعه الرائية، فهي تدل على توبة الرائية توبة النصوح من فعل وذنب فعلت، ورغبتها في التقرب من الله سبحانه وتعالى. من رأت في منامها أنها تسمع قرآن وبدأت في البكاء فدليل حلمها على طهارة القلب ونقاء الروح وقربها من ربها وعملها الصالح. من رأت في منامها أنها تبكي بقهرة وبشدة دون دموع ودون نواح فهو دليل على انفراج الكرب وانتهاء المشاكل. من رأت في منامها أنها تبكي في جنازة دون صراخ ودون دموع فهذه الرؤية خير وبركة تحل على الرائية. من رأت في منامها أن شخصا ميت يبكي فهذه بشرة خير للميت على أنه في أعلى الدرجات وفي الجنان وأنه مرتاح ولا ينقصه شيء. من رأت أنها تبكي ودموعها محبوسة في عيونها فهذا دليل على اقتراب الفرج. شرور تفسير حلم البكاء الشديد في المنام: شر حلم البكاء الشديد في المنام يأتي من كونه يدل على الحزن والقهر والأخبار السيئة، كما أن البكاء بصراخ ونواح فيه شر كثير للحالمة. وهنا يكمن شر حلم البكاء كما سنعرض لكم وفقا لتفسيرات العلماء ابن سيرين والنابلسي الموضحة كالآتي:
من رأت في منامها أنها تبكي بشدة وبنواح، فهذه الرؤية تدل على المصائب والشدائد التي سوف تقبل عليها الرائية. ومن رأت في منامها أنها تبكي بنواح على شخص، فهذه الرؤية شر وتدل على فقدان عزيز عليها أو مصيبة سوف تلحق بمن رأت أنها تبكي على شخص. من رأت في منامها أنها تبكي بشدة وتشق ملابسها أو أنها تلبس ملابس سوداء على ميت وتبكي وتصرخ، فدليل رؤيتها شر، فلتتقرب من الله عز وجل وتبتعد عن المعاصي قبل فوات الأوان. من رأت في منامها أن شخصا ميت تعرفه يشتكي وهو متضايق وفي وضع البكاء ولكنه لم يبكي، فدليل رؤيته على تعبه وشقائه ووجود دين سارع في سده حتى يرتاح. من رأت في منامها أنها تبكي بدموع، فهذه رؤية غير محمودة وغير مستحبة، وتدل على الأخبار السيئة التي سوف تستقبلها الرائية قريبا. من رأت في منامها أنها تبكي بنواح وصريخ على شخص ميت لا تعرفه، فسوف يصيبها غم من حيث لا تدري. ومن رأت أنها تبكي بعويل على شخص تعرفه قد مات وهو في الحقيقة هو حي، فسوف يموت هذا الشخص بنفس الموتة التي رأتها الحالمة في منامها. من رأت في منامها أنها تبكي بنواح وصوت ودموع وقهقهة، فهذا دليل على موت أحد من أفراد الأسرة أو أفراد العائلة. البكاء بحرقة وصراخ في المنام ربما يدل على الهموم التي يعاني منها الشخص في الواقع. من رأت في المنام أنها تبكي وبعدها بدأت في الضحك، فهذا يدل على اقتراب أجل الرائية. تفسير حلم البكاء الشديد في المنام للعزباء. من رأت في منامها أنها تبكي في المنام دون عويل أو نواح، فدليل رؤيتها خير وزواج قريبا إن شاء الله، والبكاء للعزباء فرج وفرح وسرور ينتظرها، وإن كانت مخطوبة دل الحلم على اقتراب عقد قرانها، أما إن كان البكاء بصراخ ونواح فهذا دليل على عدم زواج الرائية رغم رغبتها في الزواج، أو تدل على مصيبة سوف تصيبها. أما ما قيل في شر رؤية البكاء في المنام للعزباء، فمن رأت في منامها أنها تبكي في مكان مغلق بعيد عن الناس أو في ركن مظلم حتى لا يسمعها أحد، فهذا دليل على فشلها في تحقيق أمانيها وطموحاتها وخجلها ممن حولها وعدم تقبلها لفكرة عجزها. تفسير حلم البكاء الشديد في المنام للمتزوجة والمطلقة والأرملة. من رأت في منامها أنها تبكي بشدة وبدون نواح وعويل، فدليل رؤيتها خير، سوف يصيبها ويصيب زوجها وأبناءها وسعة رزق ومال وفير، وتدل الرؤية أيضا على حل مشاكلها الزوجية إن كانت تعيش مشاكل وهموم في حياتها. أما إن كان صراخ المتزوجة في المنام مصاحب لبكائها، فهذا دليل شؤم وشر لها ولأبنائها، وربما دلت الرؤية على تمكن المشاكل الزوجية منها ومن زوجها وانفصالهما، وربما دل على الفقر وقلة الرزق لعدم رضاها في الواقع وضيق على أبنائها وتربيتهم. أما بالنسبة للمطلقة والأرملة فالبكاء فقط في المنام يدل على زواج قريب لهما، أما البكاء بصراخ واضح ودموع فهذه رؤية شر وتدل على مصاعب سوف تواجهها الأرملة أو المطلقة في حياتها. تفسير حلم البكاء الشديد في المنام للحامل. البكاء الشديد في المنام إن كانت الرائية حامل له عدة أوجه، فمن رأت في منامها أنها تبكي بصوت وفيه نواح فهذه رؤية شر وتدل على أن المولود سوف يكون به عيب خلقي أو أنه لا يكون بار بكي ولن يكون ذو أخلاق حميدة لا قدر الله. أما إن رأت الحامل أنها تبكي بشدة ولكن بدون نواح وإن كانت بصوت قهقهة فلا بأس من هذا، ويكون دليله خير ويدل على ولادة طفل صالح بار بالوالدين وخلوق وسوف يكون ذا شأن في المستقبل.
تفسير حلم البكاء الشديد عند علماء النفس. في رأي علماء النفس تجدين أن البكاء في المنام هو حالة نفسية ولا تعبر عن رؤية وأحلام من الضروري أن تتحقق، خاصة إن كانت الرؤية غير مطابقة للشروط الدينية المعروفة، حيث يرى علماء النفس أن من ترى في المنام أنها تبكي بشدة وبحرقة وقهرة فهذا دليل على حزنها على أشياء قد حدثت بالفعل في الواقع، هذه الأحداث التي جعلت حزنها عميق حتى أنه يراودها في منامها مع استمرار تفكير الفعل الباطن في أسباب حزن الرائية. وقد أقر علماء النفس أيضا أن هناك من الأشخاص من يقمع مشاعر حزنه حتى لا يشعر بالضعف أمام الآخرين ومن حوله من الأصدقاء والأقارب، فيظهر وكأنه قوي ولا تنفرج همومه إلا قبل منامه أو أثناء نومه فيبكي بحرقة وبشدة، وربما استيقظ على صوت بكائه، وربما أيقظه أحد من كثرة بكائه الواضح في المنام وصوته العالي. وجاء هذا التفسير النفسي باعتبار أن البكاء حالة نفسية أكثر منها حالة أحلام ورؤية، لأنه كبت طبيعي جدا أن يخرج في منامك على شكل أمور سلبية مثل الحلم بأنك في السجن أو مخطوفة أو تقتلين شخصا، وربما تلخص الأمر في بكائك بشدة لعجزك في الواقع عن القيام بأي شيء آخر. وقد أكد التفسير النفسي على أن البكاء في المنام صحي جدا، وهو يفرج عن قلبك وعقلك الباطن كل المشاعر السلبية التي تكتمينها داخلك ويريح نفسك ويستعيد توازنك. وكذلك من ترى في منامها أن شخصا آخر حزين ويبكي بشدة فهذا دليل على أن هذا الشخص يمر بأزمة نفسية ويرغب في أن تتواجدين بجانبه، فلا تترددي في السؤال عنه. والصراخ والبكاء في المنام دون أن يلتفت إليك أي شخص هذا دليل على معاناتك من الوحدة في يقظتك وأنه لا أحد يقف بجانبك في حزنك. تأكدي أولا أن رؤيتك حقيقية، خاصة إن تكررت معك أكثر من ليلة، غير ذلك فإن أحلام البكاء تحتاج منك أن تفرجي عن همومك لشخص قريب منك وتحاولي حل الأمور دون هروب منها حتى لا تتسلل مشاعرك السلبية إلى عقلك الباطن فترين ما يزعجك. شكرا لكم لمتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والمشاركة.